هناك بعض الأولياء يمر العام الدراسي ولا يزور المدرسة مرة واحدة، بس مجرد أنا أسأل الطفل وين وصلته، أي درس أخذته، شو الوظيفة اللي أخذتوها، ما كان يعصب الولد، صار سريع الغضب، قضم الأظافر دليل أنه متوتر الولد، خايف من شيء، توتر وخوف. نعم. انتهت العطلة الصيفية وباتت المدارس على الأبواب، وسيعود الطلاب والطالبات بكافة مستوياتهم الدراسية إلى الدوام والدراسة، وهذا ربما يسبب ضغوطا نفسية للبعض لا سيما الأطفال. في هذه الحلقة سنتحدث عن سبل وطرق تخفيف هذه الضغوط، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذا اللقاء يسرني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو موجه صون الطفل الأستاذ أحمد عسكر، أهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ محمد. حياك الله. بداية أستاذ أحمد، يعني كما تعلم يعني انتهت العطلة الصيفية والآن نحن على أبواب بدء العام الدراسي الجديد، كيف يمكن للطلاب الاستعداد لهذا العام الدراسي؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء وهذه الفرصة التي أتحتموها لي حياك الله. لتقديم بعض النصائح للأهل والطلاب في بداية هذا العام الجديد. كيف يمكن للطلاب استعادة نمط الحياة المدرسية بشكل طبيعي بعد هذه العطلة؟ في البداية يجب على الأهل وعلى الطفل تنظيم وقت الاستيقاظ والنوم بالعطلة الصيفية. يكون وقت الاستيقاظ والنوم ربما اضطرب بعض الشيء. بالضبط. فكان في عطلة، ما في برنامج، ما في دروس، فالطفل يتأخر لساعات من الليل متأخرة بالسهر. فهون مفروض على الأهل ينظموا أوقات النوم والاستيقاظ. في أول أسبوع من الدوام رح يعاني الطفل من الفيقة بكير، ولكن شوي شوي رح يرجع وينتظم في أوقات محددة، لأنه مفروض مثلا الساعة 8 يكون بالقاعة الدرسية. أيضا هناك مدارس ربما قبل الساعة 8، ربما إذا فوجين ربما تكون دوامه من 7:30 ربما من 8 حسب طبيعة الدوام بالمدرسة. أيضا يجب تحضير المواد المدرسية مسبقا، هذا يساعد الطالب على بداية موفقة، تكون الحقيبة جاهزة، الأدوات، الدفاتر. تقصد من ناحية الأهل؟ طبعا التحضير المسبق لهذه الأدوات يعطينا انطلاقة جيدة في العام الدراسي الجديد. أيضا من المفترض وضع برنامج يومي، نساعد للطفل وضع برنامج يومي، تحديد في أوقات الدراسة وتحديد في أوقات الراحة وتحديد في أوقات الأنشطة الثانية اللي راح يقوم فيها، هذا يساعد أيضا على بداية موفقة لنمط حياة مدرسية جديدة إن شاء الله. نعم. أستاذ أحمد، كما تعلم الآن بعد انتهاء العطلة الصيفية واقتراب موعد الدوام الطفل يشعر بالقلق. نعم. تمام. هل هناك يعني نصائح نستطيع أن نقدمها للأهالي لمساعدة الأطفال بالتخلص على هذا الشعور؟ نعم. أنصح الأطفال بالحديث مع الأهل عن أي مشكلة تعترضهم. يعني إذا الطفل بده يخبي أي معلومة عن والدته فالمشكلة رح تتطور. بينما إذا تحدث مع الأهل عن مشاعره أو عن أي عارض يعترض مسيرته، فالأهل دائما رح يكونوا داعمين للطفل بحل هذه المشكلة. ربما الأهل يستعينوا أيضا بالمرشد النفسي الموجود بالمدرسة. ما في مرشد، في مسؤول حماية أو داعم نفسي لديه الخبرة في التعامل مع هذه المشكلات الخاصة بالأطفال التي تعترض مسيرتهم. فإذا تعاون الأهل مع داعم النفسي، ما في داعم نفسي، معلم الصف أو المدير لديه الخبرة الكافية في مساعدة الأهل للتغلب على مشاكل القلق والتوتر والخوف من المدرسة. أيضا للتغلب على مشاعر الخوف والتوتر ممارسة الرياضة. الرياضة، المشي أو المشي السريع،
أو التمارين الرياضية الجماعية تخفف من هذا التوتر. أيضا هناك طرق المشاركة في الأنشطة الجماعية، يعني مثلا تنظيم رحلات مع الأصدقاء أو الخروج في فعالية، مشاركة بفعالية معينة، مثلا دورة كرة قدم أو دورة سلة أو لعبة بين بون. هذا يساعد في البداية الطالب على تخفيف الخوف والضغط النفسي الذي يعانيه. إذن وجود الأصدقاء بحياتنا له دور كبير في التخفيف من التوتر. نعم أستاذ أحمد، الآن لو تكلمنا عن دور الآباء أو دور الأهل بشكل عام في مساعدة الأطفال من التخلص أو على التخلص من القلق النفسي لدى الطلاب خصوصا مع بداية العام الجديد. تمام أستاذ محمد، كما ذكرنا الاستماع لهم والإصغاء يعطيهم فرصة للتحدث بأريحية. أنا وقت اللي أعطي من وقتي 10 دقائق لأبني، فأنا عبساعده بقدم له مساعدة كبيرة. الاستماع له يساعد في حل جزء كبير من المشكلة. أيضا التفاعل ما بين الأب والابن، هذا التفاعل ما حملوا المسؤولية عن المشكلة اللي وقع فيها، بالعكس الطمأنة وإيجاد الحلول أو طرح عدة حلول أمامه يساعده في تجاوز هذا الحدث أو العارض الذي اعترضه. التفاعل بين الأهل والمدرسة أيضا هذا أمر مهم جدا، مهم جدا. نعم. جدا. هناك بعض الأولياء يمر العام الدراسي ولا يزور المدرسة مرة واحدة. شو أخذت اليوم؟ فرجيني دفترك، فرجيني شو حط لك ملاحظة الأستاذ، شو عندك وظيفة. بس مجرد أنا أسأل الطفل وين وصلته، أي درس أخذته، شو الوظيفة اللي أخذتوها، كم كانت علامتك بالإملاء، مجرد متابعة بسيطة ما بتأخذ من وقت الأهل نصف ساعة باليوم. فأنا إذا بدي أهمل هاي النصف ساعة فأكيد مستوى الأكاديمي رح يتراجع للطفل. نعم أستاذ أحمد، نأخذ فاصل ثم نعود إليك إن شاء الله. حياك إن شاء الله. اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام مره اخرى، واهلا وسهلا بك استاذ احمد. يا مرحبا استاذ محمد، حياك الله. استاذ احمد، كما تعلم يعني هناك علامات تظهر على الاطفال بشكل عام في بدايه العام الدراسي الجديد. نعم. كيف نتعامل مع هذه العلامات، او الاهل كيف يتعاملون مع هذه العلامات التي تظهر على الطلاب؟ نعم، الام التي ربت هذا الطفل منذ لحظات الولاده فهي أقدر الناس على قراءة التغيرات في سلوكه، تغيرات في جسده، تغيرات في عواطفه. إذن هاي التغيرات سواء كانت تغيرات سلوكية، مثلا ما كان يعصب الولد صار سريع الغضب، تمام؟ الحزن دائما مرافقه، الانزواء والانطواء، عدم مشاركته مع أخواته في النشاط أو اللعب بالبيت، هاي كلها مؤشرات تدل الأم أن الطفل يعاني من مشكلة. أيضا هناك سلوكيات يعني ما كان يتصرفها، خلينا نقول جديدة، مثلا قضم الأظافر. قضم الأظافر دليل أنه متوتر الولد، خايف من شيء، توتر وخوف. نعم بالضبط. إيه، هاي التغيرات مين بلاحظها؟ الأم، هي أقدر الناس على قراءة الطفلة. مجرد التغير بسيط في سلوكياته واضح الأمور أنه هناك مشكلة يعاني منها، حتى لو ما تحدث عيونه هي اللي تتحدث. طيب أستاذ أحمد، الآن يعني الطلاب سيبدأون العام الدراسي الجديد، نريد بعض النصائح للأهالي ليضمنوا انطلاقة جديدة لأبنائهم الطلاب ليكونوا بإذن الله تعالى في عداد المتفوقين إن شاء الله. مساعدة الطفل على وضع خطة، خطة
العام الدراسي، يعني طالب البكالوريا على سبيل المثال، فأنا لازم حط له برنامج يتقيد فيه. بالبدايات راح يلاقي صعوبة، ولكن إذا الأهل ساعدوه على ضبط هذا الجدول الزمني، أوقات الاستراحة خلاص نص ساعة لك نص ساعة، ما بيصير تصير ساعتين. جانا ضيف، أنت مو شغلتك تشارك مع الضيف بالأحاديث العائلية، خصص له مكان نظيف ومرتب للدراسة، خصص له جزء ركن من البيت، هاي غرفتك، هاي غرفة الدراسة، هاي طاولتك، وهي الورق الأبيض، والهاتف كمان بدي أضبطه، استخدام الهاتف لفترات طويلة. ما بيصير أنا أخلي الهاتف جنب طالب التاسع أو جنب طالب البكالوريا متاح بأي لحظة، فيفقد التركيز. طالما الشبكة فيها نت ورسائل عم تجي، فما رح يركز، والدراسة بدون تركيز هباء منثورا. من العادات الجيدة، العادات الدراسية الجيدة أيضا، هي التحلي بالمثابرة والصبر. مفروض الطالب يعرف أنه قدامه عام دراسي طويل 9 أشهر، لازم يتحلى بالمثابرة والصبر والاجتهاد، وعلى الأهل مساعدته في تجاوز أي عقبة بمر فيها الطفل. أيضا الصلاة والدعاء، استيقاظ باكرا على صلاة الصبح. هذا الوقت بعد صلاة الصبح من أفضل الأوقات في الدراسة، في الدراسة والتركيز أيضا. بيكون شبعان نوم، 7-8 ساعات نوم يجب أن لا تقل عن ذلك. طالب اللي عنده دراسة 4 ساعات لا تكفيه، مفروض بجدول الزمني النوم بعد 11 ضروري. ما بصير أسهر أنا للتنتين ودي استيقظ من 5، فهون الدماغ صار في خلل، نقص ساعات النوم بيخربط كل. ولو تم تعويض هذه الساعات في النهار؟ لا يمكن، لأنه الدماغ ما أخذ فترة النوم الكافي، مفروض 7-8 ساعات ما تقل عن ذلك. فالسهر لفترة طويلة بحجة الدراسة له مفعول عكسي، لا أنا بنام بكير بريح دماغي، الاستيقاظ باكرا يعطي نشاط وحيوية والهدوء. العالم كلها بتكون نايمة، المشتتات والأصوات اللي بتزعج الطالب ما في بهالوقت، هون بيحسن بيركز بدراسته. شكرا لك أستاذ أحمد على هذا اللقاء الطيب. أستاذ محمد حياكم الله فيكم. شكرا لوجودكم. إذن متابعينا الكرام، كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أوراق طلابية، والتي خصصناها لإعطاء بعض النصائح والتوجيهات للأهالي للتخلص من الضغوط النفسية التي قد يعاني منها الطلاب عند انتهاء العطلة الصيفية وبدء العام الدراسي الجديد. ختاما، إن كان لديكم أي اقتراحات تخص الطلاب لا تبخلوا علينا واتركوها لنا في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.